أحسن الله إليكم. ويسأل أيضا يقول: ما حكم الذهاب للعمرة بالأهل؟ ما حكم الذهاب للعمرة مع الأهل في العشر الأواخر من رمضان ثم إهمالهم في مكة وعدم متابعتهم؟ هذا لا يجوز، أنه يروح بهم ويضيعهم في مكة، يضيع أولاده وبناته في أسواق مكة، المطاردات والمغازلات والتكسع في الشوارع والذهاب إلى تجمعات الناس في الأسواق، هذا أمر لا يجوز له ولا يعتمر. اللي يعمل هذا لا يعتمر، لأنه يأثم أكثر مما يؤجر، لأنه ضيع رعيته. قد قال صلى الله عليه وسلم: الرجل راع ومسؤول عن رعيته، الرجل في بيته راع ومسؤول عن رعيته. الله جل وعلا يقول: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا قودها الناس والحجارة. فالذي يعمل هذا العمل ويضيع أولاده ونساءه في مكة وبناته في مكة وهو يجلس في الحرم لا يروح، لأنه يأثم أكثر مما يؤجر، يبقى في بيته ويحافظ على أولاده وعلى بناته وعلى نسائه، هذا أعظم أجرا له من العمرة التي يضيع فيها مسؤوليته. نعم.